السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات انا وفينسي. كيف ما عودناكم كل نهار عندنا وصفه جديده منتوج اللي عندنا في الدار ومنتوجات فينسي. الوصفه ديال اليوم كتكون من 7 ديال الزيوت والقرنفل. هاد 7 ديال الزيوت لاش كيصلحوا للتكثيف وتقويه الشعر وتطويل الشعر كذلك. الزيوت اللي عندنا اليوم هما اول حاجه عندنا الزيت ديال الزعتر، الزيت ديال الجلجلان، الزيت ديال لافوكا، الزيت ديال الخزامه، الزيت ديال الخروع، الزيت ديال القنب الهندي، والزيت ديال لالوي فيرا. اول حاجه غنبداو بها هاد الزيت البنات او هاد الزيوت البنات اللي غديروا تخليوهم واحد المده عاد باش تستعملوهم، تغطيوهم ديروهم في القرعه وتغطيوهم واحد المده ديال 24 ساعه ومن بعد تبداو تستعملوه. الوغ القرنفل كل وحده كدير الكميه اللي غادي تقدا او الكميه اللي بغات. نبداو بالزيت ديال الخزامه، فوالا، الزيت ديال لافوكا، قلت لكم تيبقى كديروه في قرعه ديال الدجاج كتخليوه مده ديال 24 ساعه ومن بعد تبداو تستعملوه. درنا هنايا الزيت ديال الزعتر، الزيت ديال الجلجلان، الزيت ديال لالوي فيرا. 7 زيوت البنات. الزيت ديال الخروع، كي قلت لكم كل وحده كدير الكميه اللي غتقدها لشعرها. بحال انا هاد الكميه راه غتقدني لشعري وغتدي ليا. والزيت ديال القنب الهندي، فوالا، كنحركوا هذا مزيان ومن بعد كنبداو تنشقوا به شعرنا، كنفرقوا وتنشقوا به شعرنا وداكشي الزيوت اللي بقات لينا في يدينا كنديوها لي بوينت. كنستعملوه مره في الاسبوع البنات والنتيجه ديالو هائله، كيقوي وكيكثف الشعر زائد كيطولو. نعاود معكم المكونات. راه قلنا القرنفل، زيت الخزامه، الزيت ديال لافوكا، زيت القنب الهندي، الزيت ديال الخزامه، الزيت ديال الخروع، الزيت ديال الجلجلان، والزيت ديال الالوي فيرا. كنديروه كنخليوه مده ديال بين ساعه حتى لثلاثه سوايع ونغسلو شعرنا مزيان ونشفوه بالفوطه ديالنا. وقبل ما ينشف الشعر ديالنا كناخذوا هاد الزيت هذا او هاد السيروم هذا ديال فينسي ديال البصله والثومه وكندهنوا، كنديروا قطرات في يدينا ديالو، كندهنوا وتنديروا في لي بوينت ديال شعرنا وكنخليو شعرنا ينشف طبيعي بلا سوشوار بلا حتى شي حاجه. وبصحتكم وبراحتكم الوصفه وبصحه فطوركم، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده مع وصفات انا وفينسي. شكرا.